وانت واقف وانت بتصد الضربات او وانت واقف وقفة الاستعداد حاطط ايديك على وشك ومقفل، كل واحد مننا في وشه عنده فيه هنا عظمتين في الجزء ده وتحت منهم الخدين. الخدين طبعا ده مكان مرن يقدر يتحمل الضغط والرجوع من غير مشكلة، كان العظمتين دول حساسين اي ضرب فيهم طبعا هتورم على طول. فانت لما تحط ايديك هنا هو فوق العظمتين دول بالظبط، يعني حاططها دلوقتي فوق العظمة هنا، العظمة هنا دي ايدي عليها، لو جات لي ضربة هنا ضربة جنب الخصم هنا وضربت ايدي انا مش ايد الخصم في هنا برضه ممكن تسبب لي مشكلة. فأفضل مكان التمركز بتاع الايد تحت العظمة مباشرة في الحتة الطرية اللي هنا دي اللي هي الخد، يعني انا لو هخليها تلمس وشي، لو هخليها تلمس وشي او بعيد عن وشي بمسافة صغيرة بحيث الضربة في ارتداد، حتى لو خبطت او لمست تبقى في الجزء المرن بحيث لو خبطت فيه وتراجعت ما تسببش مشكلة، غير لما تخبط في الجزء دوت الجزء الصلب ده اي خبطة فيها تسبب مشكلة حتى لو من ايدي. فانت لما تيجي لما تكون واقف وقف استعداد او وقفة صد الضربات ما تحطهاش فوق العظمتين دول، يبقى تحت جزء صغير، المهم تبقى شايف تقدر تحمي وشك. تمام، دي نقطة مهمة برضه.